السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم حلوه من حلويات العيد اللي كتجي رائعه جدا. كل واحده اش كيسميها، حلوه ديال الطونيك او حلوه ديال البيض المسلوق، مهم كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تتابع معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده ديال الحلويات، عندي 250 غرام اي ربعه. غادي نحتاج ايضا واحد كاس ونصف ديال السكر، ممكن ديرو قل وممكن ديرو كتر، ولكن حيت غنزينوها بالشوكولاته درت غير كاس ونصف. عندي هنايا كاس ونصف ديال الزيت. هنايا عندي السر ديال هاد الحلوه اللي هو صفر ديال البيض مسلوق. غادي نستعملو 4 ديال الصفر ديال البيض مسلوق. كتسلقوا البيض مزيان، كتحيدوا ليه البيض وكتخليو الصفر ديال البيض 4. عندي هنا واحد نصف كيس ديال الفانيلا، غنستعمل غير النص. وهنايا غنستعمل كيس كامل ديال خميره الحلويات. وهنايا الدقيق كيبقى حسب الخليط، يعني حتى كنحصلوا على واحد العجينه رطب كيتجمع في ليه، ديك الساعه كنحبسوا الدقيق. دابا ان شاء الله غندوزو للطريقه ديال التحضير. بالطريقه ديال التحضير، انا هنايا خديت العجان هي باش غنخدم، يعني كتشدو غير شي قصريه ديروا فيها ديك الزبده. من بعد غادي نضيف ليها هذاك السكر اللي عندي، كاس ونصف ديال السكر، وغادي نخدموها سواء كيف قلت لكم بالعجانه ولا بيدينا مزيان مزيان، يعني حتى كينسجم السكر مع ديك الزبده. وندوزو ان شاء الله نكملوا الطريقه. بعد ما بدات كتنسجم هذيك الزبده مع السكر، كنضيف هذاك الزيت اللي عندي، كاس ونصف ديال الزيت، وكنعاود نخلط كلشي مزيان. من بعد ما تخلطت هذيك الزيت مع الزبده والسكر، كنضيف هذوك 4 ديال الصفار ديال البيض، وكنضيف نصف كيس ديال الفانيلا. هنايا من بعد ما تخلطوا كاع العناصر، غادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على واحد العجينه رطبه. ملي غادي ان شاء الله تجمع غنوريكم كيف كتكون، وغنزيد ديك خماره. ومن بعد ان شاء الله ما تجمع العجينه ندوزو باش نشكلوها. بعد ما تجمعت العجينه ديالنا كما كتشوفوا راه بحال هكا، يعني رطبه بزاف، يعني ما ديروهاش قاسحه. هذا هو القوام ديالها، كنقدروا نتحكموا فيها وكنكبروها يعني كيف بغينا. دابا ان شاء الله غنبدا التشكيل ديالها، يعني عادي كويرات عاديين يكونوا صغار شويه لانها كتسيح حيت فيها الخميره، يعني الا درتوهم كبار راه غيولوا لكم كبار بزاف بحال غريبه، يعني يكونوا بحال القياس هادو صغيورين. صافي كنستفهم في اللاطه وكنبعدهم باش ما يتلاصقوش، كما كتشوفوا بحال هكا كويرات عاديين بحال هكا، وكنحطهم في اللاطه بحال هكا كنستفهم. غادي نكمل بحال هكا، من بعد ان شاء الله ما نكملهم ندخلهم للفران. ملي غنكملهم غنقول لكم ان شاء الله كيفاش الطريقه ديال الطياب ديالهم.
الاولى كما كتشوفوا راه كتعطي كميه كبيره باقي يعني عندي العجين بزاف بزاف. هنا من بعد ما كملت هاد الطاوله الاولى غادي نشعل على الفران من التحت يعني يكون سخون حتى كتحمر من التحت. الا بغيتو حمروها من الفوق يعني حمروها، ما بغيتوش يعني راه ما كاينش مشكل لان باقي غادي نزينوها بالشوكولاط. صافي هي راه يعني دغيا كطيب، ما تخليوهاش بزاف في الفران، باليكم تحمرات وقفات وطابت، خرجوا هذيك الساعه ونتلاقاو ان شاء الله مع التزيين. وهنا من بعد ما خرجتها من الفرن كما كتشوفوا انا حمرتها شويه من الفوق، دابا ذوبت الشوكولاط في حمام مريم. هاد النوع ديال كالا، هاد النوع دار زوين بزاف كيستعمل يعني في الحلويات. بالنسبه لهاد الشوكولاط هذا فما كيحتاج تضيفوا له اي نقطه ديال الزيت، فهو كيذوب بوحدو كيعطي اللمعان بوحدو. كناخذ يعني ديك الحلوه وكندوزها بواحد الفرشيط وكنبدا كنسقطرها باش ما يكونوش عندي دوك الزوائد ديال الشوكولاط بهذه الطريقه، وكنحطها في فرشيطه اخرى نقيه. بالنسبه للتزيين غادي ندير هذا الشوكولاط هذا كيتباع عند صاحب لوازم الحلويات كيكون في الابيض، وغنستعمل ايضا تزيين اخر. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل هذيك الحلوه كامله اللي عندي. بالنسبه للشكل الثاني انا غنزينو بالشوكولاته بالحليب، غندير خطوط بالشوكولاته بالحليب. عاده كنديرها في الكورني لكن هنايا باش نسهل عليكم درتها في هذه الميكا الصغيره، وكندير واحد الثقبه بشي نفتحها في الراس، وكندوبو الشوكولاته في حمام مريم كنخليه حتى كيبرد، عاد كنديرو في ديك الميكا وكنبداو نديرو خطوط بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. يعني الميكا خاصها تكون عامره شويه. صافي وكنبدا كندير دوك الخطوط بحال هذا الشكل، غادي نستمر هكا حتى كنكمل هذوك الحلوه كامله اللي عندي. وبالنسبه للشكل الاخير كناخذ واحد الحبه ديال الحلوه وكندوزها بداك الشوكولاط كنسقطرها، يعني لا بد تسقطروها كيف قلت لكم باش ما كيبقاوش دوك الزوائد ديال الشوكولاط، باش كتجي مفينيه بحال هكا. ومن بعد غادي نزين داك الفراغ الابيض بالشوكولاته بالحليب، غادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل هذيك الكميه كامله اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تخليو لي جيم وتعليق وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. وإلا كنتو كتزوروا القناه اول مره ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني او اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. شكرا لكم.